بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية في كالعادة الكلام على ما يتعلق بالآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله في ضمن كتابه نيل المرام من آيات الأحكام، وذكر الآيات المتعلقة أو التي من سورة البقرة، الآيات التي تضمنت أحكاماً وسردها مبتدئاً على ترتيب المصحف بسورة البقرة، فذكرنا أو ذكر آيات اخترنا منها المتعلقة بالحج، لأن هي ليست كلها في الحج، ولكن بما لمناسبة الحج يعني ركزنا أو رأينا أن نقتصر في هذه الفترة على ما يناسب المناسبة أو ما يلائم المناسبة، وهو موسم الحج. ففي الدرس الماضي تكلمنا على قوله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبقي يعني بقية يسيرة أو صغيرة، وهي ما يتعلق بالإحرام أو الإحرام بالحج في غير أشهره. وتقدم أو ذكرنا إنه هذا لا يجوز أو مكروه، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن أشهر القول الأشهر والأكثر على أن الإحرام في غير أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند مالك رحمه الله شهر الحجة بأكمله. المقصود أن الإحرام في غير أشهره هذه حكمها أنه مكروه، ولكن ينعقد مع الكراهة، ينعقد الإحرام في غير أشهر الحج عند أكثر أو عند الجمهور مع الكراهة أنه مكروه. والقول الثاني الذي ذكرته وهو أنه لا ينعقد، أنه يحرم ولا ينعقد، وهذا قول بعض أهل العلم قديما وحديثا، باعتبار ما سمعتم من الأدلة، وأشهرها وأظهرها وأقواها قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج له أشهر معدودة محدودة معلومة محددة، فما يصح الإحرام في غيرها، لأنهم قالوا هذا كأن هذا مثل الذي يعني يأتي بالعبادة في غير وقتها يصح، واحد يصلي في غير وقت في غير الصلاة المفروضة يصح، هذا ما يصح. فهذا هذا قالوا هذه مثلها، الذي يحرم بالحج في غير أشهر هذا مثل الذي يأتي بالعبادة، في نظير يعني نظير الذي يأتي بالعبادة في غير وقتها فلا يصح. ولكن كما قلنا أن مذهب الأكثرين على أنه يصح الإحرام بالحج في غير أشهره، لكن مع الكراهة، وينعقد مع الكراهة، ينعقد الإحرام مع الكراهة. وأما قوله سبحانه قالوا الحج أشهر معلومات، قالوا الحج الأكمل والأفضل هو حج من أحرم به في أشهره، هذا مقصود به الحج الأكمل والأفضل والذي يطابق السنة الذي يحرم به في أشهره. أما أنه ينعقد فينعقد لكن مع الكراهة. فهذا لأن أردت أن أستكمل الكلام على هذا، لأني ذكرت قولا واحدا وهو قول من قال بأن الإحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد. وذكرت الآن أن قول الأكثرين أو جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، أن قول جمهور أهل العلم أنه ينعقد الإحرام بالحج في غير الشهور لكن مع الكراهة مكروه، يعني ينبغي أن يتجنبه الإنسان ولا يحرم الحاج بالحج، لأنه ما الذي يستفيده إذا أحرم في الحج في غير أشهره؟ يضيق على نفسه، أليس كذلك؟ يضيق على نفسه فقط، ما في فائدة، يعني ليس له فائدة عملية. فلذلك كان الإحرام في أشهره
التي حددها الله عز وجل، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، عشر من ذي الحجة. هذا يعني يكفي هذا الإحرام بهذا يكفي. وبقيت كذلك بقية تتعلق بما ذكرته من أن حافظ عصره الدارقطني رحمه الله، وهو مشهور معروف لكن سبق اللسان فقلت أنه عمر بن علي، عكست الصحيح أنه أنا أظن كذا، أظن لأن ما سمعت التسجيل، لكن أظن أني قلت عمر بن علي وهو حافظ عصر، لا الصحيح العكس، هو علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني مشهور إمام عصره وحافظ عصره، المتوفى سنة 385 هجرية، وله كتب كثيرة أهمها كتاب العلل، العلل الحديث، وهو أجمع كتاب في بابه، وكتاب الإلزامات والتتبع التي يعني تتبع فيها أحاديث الصحيحين وانتقد على الشيخين فيهما. المهم أن حافظ عصره ليس عمر بن علي، بل علي بن عمر، علي بن عمر، وقلنا أنه تتبع الأحاديث أو ذكر الأحاديث في سنن، صاحب السنن، أشهر كتاب السنن، سنن الدارقطني، تتبع الأحاديث المتعلقة بالزاد والراحلة وأسردها، سردها كلها تقريبا، وبين عللها وما فيها من ضعف وأنها كلها ضعيفة. فالمهم أنه حتى لا يعني يصبح لبس، هو علي بن عمر الدارقطني، علي الحافظ، علي بن عمر الدارقطني، أبو الحسن الدارقطني، حافظ العصر، صاحب السنن، سنن الدارقطني، وكتاب العلل والإلزامات والتتبع، ومشهور يعني، لكن هذا سبق، يسمى سبق لسان، يعني تريد أن تقول شيئا فينتقل لسانك يذكر شيء آخر، ينتقل لسان في سبق لسان وفي سبق ذهن وفي سبق قلم، أحيانا الواحد يكتب الكلام فينتقل يعني، وسبق نظر، في سبق نظر، سبق نظر أنه يقرأ الكلام الذي أمامه فينتقل بصره بدون أن يشعر إلى الكلمة التي بعدها، يظن أنها قرأها وهو تركها، قفز كما يقول، قفز هذه الكلمة، مثل ما يحصل في القارئ، قارئ القرآن أحياناً يقرأ الآية فيقفز، هو يظن أنها قرأها سليمة الآية، لكن هو قفز، إما أن يقفز آية يعني يسقط آية ويقرأ التي بعدها، أو يقفز في نفس الآية يسقط كلمة ينتقل إلى بعدها. فالمهم هذا سبق لسان يسمى، وفي سبق نظر ينتقل نظره من كلمة إلى الكلمة التي بعدها ما ينتبه، وهذا في التصحيح يحصل كثيرا، في التصحيح، في تصحيح النصوص وغيرها، أنه الذهن النظر لا ينتبه للكلمة فتمر أمامه فيها خطأ، الكلمة فيها خطأ، ما انتبه الكلمة، مر عليها مرورا سريعا، انتقل لبعدها فبقيت فيها خطأ، بقيت الكلمة فيها خطأ، لم ينتبه نظره سبق إلا التي بعدها. وسبق الذهن كذلك، أظن يتكلم الشخص فيقول كلاما أو وبعد ذلك ينتبه أو يظن أنه قال شيئاً لكنه في الحقيقة لم يقله، ذهنه انتقل إلى فكرة أخرى أو إلى معنى آخر، فهو في ظنه أنه قاله لكنه الحقيقة لم يقله في ظنه، وهذا سبق الذهن. فسبق اللسان وسبق الذهن وسبق القلم وسبق النظر، النظر يسبق اللسان، يسبق الذهن، يسبق يعني يقفز كقفز قارئ القرآن عندما يترك آية أو يترك كلمة فيقفز التي بعدها، وهذا من الضعف البشري والقصور البشري، وهذا مستول على البشر، ويعني ليس ببعيد وليس مستغرب. الآية التي تكلم عليها المصنف رحمه الله بعد ذلك، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. شوف هذا سبق لسان، ذهب إلى الآية الأخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه آية أخرى، هنا التي عندنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله وعرض لما فيها من مسائل وفوائد، وإن كان لم يرتبها أو لم يعني يفصلها أو يرقمها كما يفعل أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن، وكما يفعل القرطبي في كتابه التفسير الجامع لأحكام القرآن، يذكر الآية ثم يقول وفي ثم يقول بعد ذلك وفيها كذا مسألة، 20 مسألة، فيها 30 مسألة، فيها 40 مسألة، فيها ويسردها واحدة بعد التالية. لكن المصنف رحمه الله اقتصر أو يعني من طريقته ليست كذلك، وإنما يعني يذكر الآية ثم يعقب عليها ببيان ما فيها بدون يعني إيراد أن أرقام أو ذكر عدد المسائل أو غير ذلك. لكل شيخ طريقة كما يقولون. فبدأ بالكلام على الإتمام، معنى الإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله. والإتمام ذكروا فيه أقوالا كثيرة، معنى الإتمام، إيش معنى إتمام، ما معنى أتموا الحج والعمرة لله، في أقوال كثيرة، و يعني كل آخذ منها بجانب. فمنهم من قال أتموا الحج والعمرة لله يعني أنكم تفردوا الحج بسفرة والعمرة بسفرة، لا تجمعوا بينهما في سفر واحد. ومنهم من قال بأن الأتم يعني احرم بها من دويرة أهلك، وهذه قالها كثير من السلف. ومنهم من قال كما روي عن بعض التابعين كذلك، يعني أتموا ائتوا بها على وجهها أو على كمالها. ولكن المتأمل لها أقوال كثيرة، ليست هذه فقط، لكن حتى لا يتشوش الذهن بكثرة الأقوال، يمكن أن نرد هذه الأقوال إلى يعني نضبطها بأمرين. نقول أن الإتمام نوعان، الإتمام في الآية أتموا الحج والعمرة بالله، أتموا الحج والعمرة لله، الإتمام نوعان، إتمام ظاهري وإتمام باطني. هذا الضبط يشمل كل الأقوال الأخرى، تنضبط تدخل تحته، تدخل التفريعات أو الأقوال الأخرى في بيان الإتمام تدخل تحت هذا. فالإتمام الظاهري إتمام ظاهري وإتمام باطني. الإتمام الظاهري إتمام الظاهري للحج، وهو أن يأتي بمناسك الحج على وجهها، يأتي بها على وجهها، يعني على ما شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يأتي بها بالضبط أو على ما أراد الله وما شرعه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في حجته التي سميت حجة الوداع. هذا الإتمام الظاهري، يعني يأتي بالمناسك على وجهها، يأتي بها كاملة بأركانها وبواجباتها وبشروطها وآدابها وهكذا. هذا الإتمام الظاهري خارج من الخارج. عندنا إتمام باطني، إتمام الباطني، الإتمام الباطني وهو أن يقصد، هذا محله القلب، الإتمام الباطني محله القلب، وهو أن يقصد بحجته وجه الله عز وجل، أن يقصد بحجته أو بحجه وعمرته كذلك، لأن الحج والعمرة أتموا الحج والعمرة لله، أن يقصد بها وجه الله عز وجل، يعني الإخلاص، أن يكون في حجه وعمرته مخلصا لله عز وجل، وليس قاصدا بذلك التجارة مثلا، ليس قاصدا بذلك التجارة، وإن كان ليس محرما، ما هو محرم أن يتاجر في الحج، بل هو جائز مشروع، لا ينافي التجارة في الحج، لا تنافي القيام بأداء الشعيرة. لكن المقصود لا تكون هي الأساس، هو جيل الحج يأتي للتجارة ثم يكون الحج تابعا لذلك، لا، يكون مخلصا قاصدا الحج لله، أتم الحج والعمرة لله، يكون عمله خالصا لله تعالى. إذا جاءت التجارة تبعا بعد ذلك ما في مانع، لأنه قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
يعني دلالة على إجازة التجارة في الحج، لكن المقصود أن لا تكون هي التجارة هي الأساس، يعني بمعنى أن يكون الرجل جاي أتى أساسا للتجارة ثم لما اقترب من مكة خطر له أو نوى الحج، فهذا ليس قاصدا الحج في الأساس، إنما قصد التجارة. فالإتمام الباطني أن يكون نيته الحج في الأساس مخلصا لله عز وجل في أدائها، وكذلك أن يقصد به أن لا يقصد الرياء والسمعة، أن لا يقصد بحجه الرياء والسمعة، وأن يدعى بالحاج، لأن كثيرا من الناس يعني نيته في الحج هو أن يحج ليرجع إلى بلده فيسمى عند أهل بلده وأهل قريته الحاج، يكرم بالحاج ويحتفل به ويقام له احتفال بالحاج ويرحب به وتقام له مآدب، وهكذا يكون قصده بذلك أن يسمى الحاج، يحمل شرف هذا اللقب أو هذا اللقب لقب الحاج فيتشرف بذلك. فهذا أيضا مما ينافي الإخلاص وهو الإتمام الباطني للحج والعمرة. فالمهم أن يعني هذا الإتمام للحج والعمرة ينضبط أو يمكن أن يحصر في هذه الأقوال الكثيرة في بيان معناه، يمكن تحصر في هذين الأمرين: الإتمام الظاهري أن يأتي بالحج والعمرة على وجهها أو على وجههما، والإتمام الباطني أن يكون عمله أو حجه وعمرته خالصا لله عز وجل، ليس بقصد التجارة وليس بقصد لا يقصد بها الرياء والسمعة، وأن يحلم لقب الحاج. وبعض الناس إلى حتى أنه يقترض بالربا كما قال بعض، لهذا حاصل واقع، يقترض بالربا حتى يحج بالمال بمال الربا فيتقرب إلى الله عز وجل بأنكر المنكرات، وهو يعني رغبة منه في الحصول على هذه المزية أو هذه الفضيلة، فضيلة الحاج، لكنه يتقرب إلى الله بمعصيته، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك كما قال بعض العلم الذين في يتكلموا عن بلادهم، ما نسمي البلاد، كل هم يعني لا يهتم الحاج لا بأركان الحج، بعض الحجاج طبعا، بعض الحجاج ليس الكل، بعض طائفة من الحجاج، ولا هناك طائفة تهتم طبعا بصحة حجها ووقوعها، تهتم بصحة الحج ووقوعه على ما شرعه الله عز وجل وأراده، لكن هناك طائفة كل همها من الحج، يقول لك أن نزور أبا إبراهيم. من أبو إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصده بالحج من بلدي أن زيارة أبي إبراهيم، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم لا يرى الحج إلا لهذا الغرض فقط، وهو زيارة أبي إبراهيم كما يقولون، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكترث لا بأركان ولا بواجبات ولا بشروط ولا بغير ذلك، ولكن ليزور أبا إبراهيم. الزيارة على كل حال تبعا يزور النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور قبره صلى الله عليه وسلم، هذا لا شفيء، هذا شيء طيب وهذا شيء مشروع، لكن ليس هو المقصود من الحج، ليس هو المقصود من الحج. الحج مقصود إتمامه كما سمعتم، إتمامه القيام به على ما شرع الله عز وجل بالإتيان به بأركانه وواجباته وشروطه وآدابه. فهذا الإتمام هذا هو معناه الذي يضبط الأقوال الكثيرة في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك قال: أتم الحج وأتم الحج والعمرة لله. وهذا استدل به بعض أهل العلم الذين قالوا بأن الذين أوجبوا الحج العمرة، بالنسبة للحج معروف أنها بالإجماع فريضة، فرضها الله عز وجل ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام على العمرة، على وجوب العمرة، استدلوا بهذه الآية على وجوب العمرة لأنها قرنت بالحج، أتم الحج وأتم العمرة، أتم الحج والعمرة يعني أتم الحج وأتم العمرة، فقالوا بأنها واجبة كالحج، هي مقرونة به كذلك، وهذا مذهب كما سبق الإشارة إلى ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وكثير
من أهل العلم أن العمرة واجبة كالحج لهذه الآية، لأن المقصود لأنها وإن كان المقصود الإتمام قالوا إتمام المقصود به الفرض، يأتي بالفرض على ما أراد الله عز وجل، وكذلك لأحاديث كثيرة ليست الآية فقط، بل هناك أحاديث دالة على وجوب الحج، وأقواها أقوى هذه الأحاديث وأصرحها هو حديث أبي رزين العقيلي الذي في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أن رسول الله أن هذا رزين العقيلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن يعني السفر، الظعن هو السفر، ما يستطيع، لا يستطيع يرتقي الدابة ولا يستطيع أن ضعيف، ضعيف لسنه ولمرضه، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هذا أيضا دليل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أصحاب السنن الأربعة، يعني الإمام أبو داود صاحب الأصل هنا الذي يشرحه الإمام الخطابي في معالم السنن، وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن الأربعة أخرجوه وبإسناد صحيح. بل قال الإمام أحمد رحمه الله على هذا الحديث: أني لا أعلم في إيجاب العمرة أصرح من هذا الحديث ولا أصح منه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إني لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصرح ولا أصح من هذا الحديث. يعني هذا صريح، هذا الحديث صريح صحيح، صحيح من ناحية الإسناد، وصريح في إيش؟ في إيجاب العمرة، صحيح في إيجاب العمرة. يقول: لا أعلم حديثا أصرح ولا أصح من هذا الحديث في إيجاب العمرة. وأما القول الثاني أو المذهب الثاني أو الرأي الثاني أن العمرة ليست بواجبة كالحج بل هي سنة، وهذا عليه الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، واستدلوا على ذلك أيضا بأحاديث، لكن الأحاديث الدالة على أن العمرة ليست بواجبة كلها ضعيفة. الأحاديث التي فيها أن التي تنطق بأن العمرة ليست بواجبة كلها ضعيفة. أقوى هذه الأحاديث هي كلها ضعيفة، لكن أقواها يعني ضعيفة بس واحد أرفع منها شوي، ضعف أقل، أقواه هو ضعيف مثلها لكنه أقل منها ضعفا، هو حديث الأعرابي، الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل العمرة واجبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تحج وأهل العمرة واجبة، قال: لا، وأن تعتمر خير لك، قال: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث يعني الذي استدلوا بكذلك على عدم وجوب العمرة، قلنا هذا أقل الأحاديث. الأحاديث الأخرى كلها، كل الأحاديث التي تدل على أن العمرة ليست بواجبة كلها ضعيفة، وهذا أقلها ضعفا، يعني أقواها بالنسبة لغيره، بالنسبة للضعيف، يعني في ضعيف وأضعف، لكن هذا أقل ضعفا. هذا لأنه أولا هو من رواية كذلك أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد في مسنده والترمذي، لكن في إسناده رجل ضعيف ومدلس وهو الحجاج ابن أرطاه، في إسناده الحجاج ابن أرطاه وهو مدلس، واتفقوا على ضعفه، اتفق الأئمة على ضعفه، بل قال ابن حزم إن هذا الحديث موضوع باطل، يعني بالغ وأسرف فقال بأنه موضوع باطل. لا، الحقيقة ليس كذلك، ليس موضوعا ولا باطلا، ولكنه ضعيف لوجود أو لأن في إسناده الحجاج ابن أرطاه، متفق على ضعفه. فالمهم أن الأحاديث التي استدلوا بها التي فيها أن العمرة ليست بواجبة كلها ضعيفة، وهذا أقلها ضعفا، ومع ذلك لا يصلح للاحتجاج. ثم بعد ذلك جاء الكلام على الإحصار، فإن أحصرتم، جاء الكلام في الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار
والحصر هو المنع. الإحصار مأخوذ من الحصر، والإحصار وهو المنع والحبس والتضييق. فإن أحصرتم يعني منعتم عن أداء، عند أداء، إن حصل أنكم منعتم عن أداء شعيرة الحج أو فريضة الحج والعمرة، منعتم من ذلك، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، لما منعه المشركون عن، جاء محرما ليريد أن بالعمرة، لكن منعه مشركو قريش، ما سمعوا له بالدخول، فحصل يوم الحديبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الإحصار، المنع الحصر وهو المنع والتضييق. ويعني بعضهم قال أن الإحصار هو بسبب الناس، إنه مثل ما حصل من قريش العدو يمنع، والحصر بسبب المرض، الحصر بسبب، بعضهم عكس قال لا، العكس هو الصحيح. المهم أن الحصر والحصار هو المنع، قائم على المنع والحبس والتضييق. فإذا أحرم أو جاء الحاج محرما ومنع من أداء النسك، إما بعدو وإما بغير ذلك، يعني هذه مسألة ثانية، هل الإحصار فقط بالعدو وهو قول الأكثرين، والذي تدل عليه الآية، الذي تدل عليه الآية كما سيأتي بعد قليل، فإذا أمنتم فمن تمتع، أمنتم الأمن إنما يكون من إيش؟ من المرض ولا من العدو؟ الأمن يكون من العدو، فهذا يرجح أن المقصود بالإحصار أكثر، الأشهر والأقوى أن المقصود به الإحصار بالعدو، إذا منع بعدو ما استطاع أن يؤدي المناسك فهذا الإحصار. وبعض الفقهاء أضاف إلى الإحصار بالعدو قال أيضا المرض، إذا أحصر بمرض كذلك أيضا يدخل فيه، لكن ظاهر الآية أو الذي في الآية في قول فإن أمنتم يعني يرجح أن الإحصار يكون بالعدو أكثر، يعني أقوى من الإحصار بالمرض. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، استيسر المتيسر، ما تيسر وأمكن بذله بالثمن وبالقدرة على الشراء، على شراء الهدي الذي يتحلل به المحصر، إذا المحصر إذا منع من أداء الفريضة. فما استيسر من الهدي، الهدي ما هو؟ الهدي هو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام، الهدي هو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام، يهديه ليذبح ويفرق أو يوزع على فقراء الحرم، هذا هو الهدي. الهدي هو ما يهديه الحاج والمعتمر من الأنعام، من النعم، ما يروح واحد يقول يهدي بعدين دجاجة أو ديك رومي أو كذا، كما حصل في بعض البلاد أصبحت مثل النكتة، هذه أصبحت الناس يتندرون بها. لا، الذي ورد في الشرع هو الأنعام، الأنعام هي اللي ما هي مثلا الإبل والبقر والغنم، هذه التي ورد بها الشرع وهي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أما غير كذا لا، ما يصح، لا بالدجاج ولا بالدوك الرومي ولا بالبط ولا بالوز ولا غير ذلك. إن حصل في بعض البلاد أن أفتوا بعضهم أنه يعني يضحي أو يهدي، وهذا أصبح مثل النكتة، يعني مثل النكتة والمزاح يعني، وليس حقيقة. المهم أن المقصود أن الهدي هو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من الأنعام، فيذبح ويوزع أو يعني يعطى لفقراء الحرم، هذا هو الهدي. فإذا أحصر الحاج عن أداء، منع يعني منع، ما استطاع أن بعد أن أحرم وقصد وأتى إلى الحج لكن ما استطاع أن يحج، فإنه يعني يذبح الهدي في مكان الإحصار. هذه مسألة ثانية، أين يذبح الهدي؟ الهدي يذبح، الهدي يذبح، لكن فين، أين يذبح؟ الهدي له مكانان، يعني ذبح الهدي له حالتان. الحالة الأولى في حالة الإحصار التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، فإن أحصرتم، في حالة الإحصار الحاج يذبح الهدي في مكان الإحصار، في نفس المكان، يعني ما يرسلوا إلى مكة، ما يرسلوا إلى البيت الحرام، إنما في مكان الإحصار. وهذا دليله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، يوم الحديبية، لما منع من أداء
العمرة لما معناته قريش، فإنه صلى الله عليه وسلم ذبح أو أمر صحابته بذبح الهدي، ثم حلق شعره، فتبعه الصحابة. في الأول كانوا ممتنعين أو يعني غاضبين أو متأثرين من الموقف، لكنه لما بدأ صلى الله عليه وسلم بهذا العمل وهو الذبح، قاموا كلهم فتبعوه واقتدوا به، فذبحوا الهدي وحلقوا أو قصروا. فالمهم هذا في حالة الإحصار، هذه الحالة الأولى. الحالة الأساسية الأصلية وهو أنه بالنسبة للهدي، الهدي يذبح الأصل فيه في مكة، عند هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا الأصل فيها، هذه الحالة الأولى والأصل، وهو أن يذبح الهدي في مكة هديا بالغ الكعبة. لكن في حالة الإحصار هذه حالة ضرورة، حالة اضطرار، فإنه يذبحه في مكان الإحصار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، فذبح في نفس المكان، ما أرسله لا. وهذا قول، لذلك استدل به جمهور أهل العلم على أن المحصر يذبح الهدي في مكان الإحصار، المكان الذي أحصر فيه يذبح فيه، ما يرسل إلى مكة. لكن عند أبي حنيفة رحمه الله يقول أن المحصر لا بد أن يرسل الهدي إلى الحرم، يذبح، لا بد أن يذبح في الحرم، ويجعل يعني يرسل، يقول يرسل مبعوثا. كيف يعمل محصر؟ المحصر هذا ممنوع من الدخول إلى مكة. كيف ماذا يفعل بالنسبة للهدي؟ كيف يفعل؟ قال يرسل مبعوثا بهذا الهدي، ويتواعد معه على يوم، يعني اتفق عليه في يوم محدد، يجعل بينه وبينه علامة. إذا حصلت هذه العلامة أو مثل الاتفاق بينهم، إذا حصل في هذا الوقت كذا أعرف أنك أنت ذبحت، فأقوم أنا إيش أتحلل. يعني هذه قضية طويلة تطول، وليست مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي فعله يوم الحديبية هو هذا، أنه ذبح في مكان الإحصار في الحديبية، ذبح الإبل والبقر، ذبح الإبل والبقر، وهذا الذي كان معه في 70 من البدن، ذبحها في مكان الإحصار ولم يرسلها. وأيضا سبب آخر الذي جعله في مكان الإحصار، ليس فقط المنع، لكن قال أن الكعبة كانت في يد المشركين، فكونوا يرسل لهم الهدي ويمكنهم من هذا ليس بجيد وليس بشيء يعني سليم، فلذلك كان لابد أن يذبحه في مكان الإحصار ولا يرسله إلى الحرم، لأنها كانت في يد مشركين قريش الكعبة، ما يمكن، كأنه يقويهم بذلك. فلذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في مكان الإحصار، ثم تحلل بالحلق في مكانه. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا منع، المقصود بالنهي عن حلق الرؤوس، حلق الرؤوس هو الذي يحصل به التحلل من الإحرام، كأنه يقول معنى لا تتحللوا من الإحرام حتى يبلغ الهدي محلة. محله أين؟ ما هو محله؟ محله كما قلنا الأصل وهو البيت الحرام، محله هو البيت الحرام، لكن في حالة الإحصار هذه حالة ضرورة، فإنه يكون محل يبلغ الهدي محله في محل الإحصار نفسه، هذا في حالة الضرورة. وأما في الأصل فهو البيت الحرام. فلا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني الذي أن يذبح عند البيت الحرام أو في مكان الإحصار عند الضرورة، عند الضرورة يذبح في مكان الإحصار. فالنهي هنا، النهي في هذه الآية هو المقصود به أن لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محلة، يعني يذبح عند مكة. لذلك هذا الخطاب في هذه الآية، وهي قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا موجه للأمة كلها، ليس للمحصر فقط. المحصر يدخل فيه، المحصر الذي مدع من الوصول إلى الحرم، المحصر وغير المحصر. يعني لا تحلقوا رؤوسكم معطوفة على أتموا ولا تحلقوا، أتموا الحج والعمرة ولا تحلقوا رؤوسكم، فهذه معطوفة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، معطوفة على أتموا وليست على إيش، فإن أحصرتم،
قال ابن جرير يقول، زعم ابن جرير الطبري يقول أنه أن لا تحلق هذه معطوفة على قوله فما فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني مع أن كأنها مقصود بها الإحصار. قال لا، لا تحلقوا رؤوسكم معطوفة على أتموا، يعني الأمة كلها هي مأمورة بإتمام الحج والعمرة ولا لا؟ الأمة كلها كل من حج مأمور بإتمام الحج والعمرة، وليس المحصر فقط، فليست خاصة بالمحصرة. فإذا العطف في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المحل محلة ليست على فإن أحصرتم، ولكنها معطوفة على أتموا، يعني معنى الآية كان قال أتموا الحج والعمرة ولا تحلقوا، أتموا ولا تحلقوا رؤوسكم. هذا العطف الصحيح هو هذا، وليس كما يقول يعني ابن كثير رحمه الله تعقب ابن جرير الطبري فقال في أن هذا الزعم ليس بصحيح، أن لا تحلقوا ليست معطوفة على فإن أحصرتم ولكنها معطوفة على أتموا، أتموا ولا تحلقوا، لأن هذا لأنه لا يجوز لأحد أن يحلق أن يذبح الهدي إلا بعد تمام أعمال الحج يوم النحر، قبل ذلك ما يجوز، ما يجوز. ولذلك صار الأمر للجميع أتموا ولا تحلقوا، أما المحصر فحالة استثنائية، المحصر حالة استثنائية، فلذلك العطف في المنع بعدم الحلق هو على أتموا، أتموا ولا تحلقوا، يعني الكلام ما كان يقول أتموا، كان الله تعالى يقول أتموا الحج، أتموا ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا موجه الخطاب للأمة كلها سواء كان محصرا أو غير محصر. فالمحصر عاد له حالة خاصة يعني مستثناه لأنه ما استطاع أو ممنوع منع من الوصول للحرم فصارت له حكم خاص، لكن الخطاب موجه إلى الأمة كلها حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا الحكم الذي يتعلق بالترخيص لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، الذي كان مريض يحتاج إلى الحلق، حاج لكنه مريض ويحتاج إلى حلق، المرض هذا يحمله أو يضطره أو لا بد لعلاجه من أن يحلق رأسه، أو كان رأسه فيه من القمل أو الجروح مما يوجب أو يلزمه بالحلق. ففي هذه الحالة إذا كان من كان منكم مريضا أو به من رأسه ففدية، فعليه أن يحلق لكن يخرج فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فعليه أن يحلق لكن إذا حلق عليه فدية يفدي، لأن هذا محظور، الحلق ليس من محظورات الإحرام، هو من محظورات الإحرام، فلكنه مضطر لمرض في يعني يحتاج إلى حلق الرأس، أو لجرح أو قمل مثل ما حصل مع كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين، أنه رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، القمل يتناثر على وجهي، يعني مريض تعبان متعب من هذه الحالة ومن هذا المرض الذي به، يتناثر على هذه الدرجة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تأثر لذلك، قال ما كنت أظن أن الأمر بلغ بك إلى هذا، يعني ما كنت أظن الحال أقل من هذا، لما وجد الرجل يتناثر القمل على وجهه فقال ما كنت أظن أن الأمر بلغ بك إلى أن الجهد بلغ بك إلى هذا، يعني أنت متعب، ما كنت أظن الجهد وصل إلى هذه الدرجة، عندك شاه تقدر على شاه؟ قال لا، قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أطعم 6 مساكين، فهذه على التخير، الفدية فدية الحلق بالنسبة للمضطر أو المحتاج إليها على التخير، لأنه قال فدية من صيام أو صدقة أو للتخير، فدية مخير فيها، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين 3 آصع كل واحد كل مسكين نصف ساعة أو يذبح شاة. والشاه قال ابن عبد البر رحمه الله أنه لا خلاف بين العلماء في أن النسك هنا في أن
صدقة أو نسك، النسك مقصود بها الشاه، لكنها الحد الأدنى، مو المقصود الشاه فقط، الشاه هي الحد الأدنى الذي للجواز، الحد الأدنى الذي يجوز به الشاه. ويذبح كذلك الإبل، يذبح كذلك البقر، لأن كما عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ذبح الإبل والبقر، ما نقل أو ما ورد أنه ذبح غير الإبل والبقر. لكن الشاه أيضا كذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، يعني هذا يبين دلالة أن الذبح ذبح الغنم جائز، كما ذبح عن نسائه البقر، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات، كذلك أهدى، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى غنما. وكل دم، كل دم في يعني في 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 المناسك يكون فدية أو هديا، إذا كان من الغنم لا بد أن يكون جذعا له ستة أشهر، تمت له ستة أشهر، ومن غير الغنم لا بد أن يكون ثني، والثني من المعز ما له سنة، الثني من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنوات. هذا الحد الذي يعني في الذي المجزي في الذبح للهدي إذا كان هديا أو فدية، إذا كان هدي أو فدية الغنم له ما له يكون جذعا له 6 أشهر، وأما من البقر ما له 2 سنوات، ومن الإبل ما له 5 سنوات. لكن بعض أهل العلم كما نقل هذا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر أنهم قالوا لا يذبح إلا الإبل والبقر، لا يذبح إلا الإبل والبقر، وكانهم يعني الغنم ما أجازوا ذلك. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله هذا سببه أنهم لعلهم احتجوا بما حصل في يوم الحديبية، فيقول لأن يوم الحديبية ما نقل إلا أنهم ذبحوا فقط الإبل والبقر فقط، ما نقل أنهم ذبحوا غنما، فلعلهم لهذا ما نقل عن عائشة بن عمر أنهم لم يجيزوا إلا الإبل والبقر، لعلهم استنادهم أو دليلهم على ذلك هو ما حصل يوم الحديبية، فلم ينقل، يقول ابن كثير رحمه الله أنه يوم الحديبية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته إلا ذبح الإبل والبقر فقط، ولذلك قالوا ما يجوز الغنم، لكن الصحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها أهدى غنما، كما أهدى الإبل، كما ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات، كذلك أهدى غنما فيجوز. ولذلك يقول ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله الحافظ ابن عبد البر يقول لا خلاف بين العلماء أن المقصود بالنسك هنا الشاه، أن المقصود بالنسك هنا في الآية الشاة، ويعني جائزة، وأن العلماء متفقون على أن النسك هو الشاه فتجوز، بل هي المقصودة، ليس مو تجوز فقط، بل هي المقصودة بالنسك هنا الشاه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى غنما، لكن لا بد أن تكون السن الشرعية متوفرة، كما قلنا من الضأن، من الضأن ست ما تم له 6 أشهر، جذع 6 أشهر، أقل من ذلك ما يجزي، من المعز ما تم له سنة، أقل من ذلك لا يجزي، أقل من سنة، من البقر ما تم له 2 سنوات، أقل من ذلك لا يجزي أيضا، والإبل كذلك ما تم له 5 سنوات، أقل من 5 ما يجزي، لابد من توفر السن. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إذا أمنتم من الخوف بالإحصار، أمنتم من الإحصار، ما في إحصار، وهذا دليل قوله تعالى فإذا أمنتم دليل على أن الإحصار على إيش، هو الخوف من العدو أو المرض، يرجح أن المقصود بالإحصار العدو، لأنه هذا هو يكون الأمن، إذا أمنتم يعني معنى ذلك أن الإحصار، إذا أمنتم الإحصار، وهذا يرجح أن المقصود بالإحصار هو العدو، إذا كان إذا حصل الإحصار بالعدو، أما المرض فهذا ما يقال أن أمننا من المرض، الأمن عادة يكون الخوف، خوف من العدو، فهذا يرجح أن قول من قال بأن الإحصار هو من العدو فقط وليس أما المرض والضلال، الضلال يعني أنه يضيع في الطريق، يضيع في الطريق أو المرض يمرض، هذه ليس لا تدخل في إحصار، ليس لا يشملها الإحصار، فهذا لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه الكلام على الإحصار الذي
الذي جاء سائقا الهدي ويريد كما حصل أو كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، منعته قريش من دخول مكة ليؤدي العمرة، فأصبح محصرا بالعدو الذي هو قريش، هذا اللي ورد. وأما المرض والضلال يعني أن يتوه أو يضيع، هذا ما ليس من إحصار عند كثير من أهل العلم، والذي يرجح ذلك هو هذا. فإذا أمنتم، قوله تعالى فإذا أمنتم يعني من العدو، من الخوف من العدو، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا ما في إحصار، ما حصل إحصار ولم يمنع ما كان هناك عدو، فإن أنه من تلبس أو من أحرم متمتعا عليه ما استيسر من الهدي، من أحرم متمتعا عليه هدي. والتمتع ما هو التمتع؟ التمتع هو أحد الأنساك الثلاثة التي يحرم بها أو يشرع بها، يشرع الإحرام بها، وهي التمتع والإفراد والقران. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ينتهي منها من العمرة ويحرم بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج إلى أن يفرغ من أمراء من 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 أعمال العمرة ثم يحرم بالحج، هذا المتمتع. وكذلك القارن عليه هدي ولا لا، القارن النسك الثاني، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك عمرة وحجة، يعني يأتي بأعمال الحج والعمرة مقترنة ببعض، هذا كذلك عليه هدي، عليه هدي كذلك. فمن لكن التمتع له في لغة الصحابة يشمل القران، التمتع يشمل القران، يعني يطلقون على القران تمتع، لأن المتمتع يعني المتمتع تمتعه بأنه تمتع في فترة في النسك بأن أتى بأعمال العمرة ثم تحلل منها فتمتع بمحظورات الإحرام، لأنه تحلل أصبح حلالا إلى أن جاء الحج فأحرم بعد ذلك، هذا تمتعه. لكن القارن أين تمتعه؟ القارن كيف تمتعت؟ القارن اجتمع أو اشترك مع المتمتع في أنه أحرم بحج وعمرة في سفرة واحدة، شاركه بأنه أحرم بالنسكين مثل المتمتع، أحرم بالحج والعمرة لكن مقترنين مع بعض، مقترنين بإحرام واحد بنية واحدة، وفي صورة ثانية بأنه يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أيضا قبل طواف العمرة، أيضا هذا كذلك قارن. والصورة الثالثة وهي كذلك أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذا فيه خلاف، يعني يعتبر قارن لكن هل يصح ذلك أو لا يصح، لأن العمرة ضعيفة ودخولها على الحج، هذا كله يعني تفصيله في المناسك أو أنواع النسك. المهم أن التمتع في لغة الصحابة يشمل القران، لأن يعني الذي لا يعرف لغة الصحابة كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه تمتع وفيها أنه قرن وفيه أنه أفرد، فالذي لا يعرف لغة الصحابة لا يدري أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطلقون التمتع على القران كذلك، على القران. لكن التمتع اصطلاح خاص وهو المعروف عند الفقهاء، وفيه الصلاح العام الذي يشمل القران، الصلاح الخاص وهو كما هو معروف أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ينتهي منها يتحلل منها ويبقى حلالا إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم به، هذا التمتع الخاص الذي تكلم به الذي يذكره الفقهاء. لكن التمتع العام وهو أن يأتي بالعمرة والحج في سفرة واحدة مقترنين، هذا لا يعرف كثير من الناس أن الصحابة رضوان الله عليهم أنه في لغة الصحابة يطلق عليه أيضا تمتع، لأنه تمتع بأنه جمع بين نسكي الحج والعمرة في سفرة واحدة، يعني اختصر، بدل أن يأتي للحج لوحده والعمرة لوحدها ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى إنفاق أكثر ويحتاج إلى تعب، فهذا اختصرها في نية واحدة أو في سفرة واحدة وهو القران، ولذلك أصبح متمتعا بالمعنى العام للتمتع، لأنه اشترك مع المتمتع الذي يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها، اشترك معه في أنه أتى بالعمرة بنسكين في سفرة واحدة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا عليه أن
يذبح لها أن يهدي إلى البيت الحرام هديا ما استيسر من الهدي، ما تيسر من الهدي. فمن لم يجد، الذي لا يجد الهدي ماذا يفعل؟ قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الذي لا يجد هدي التمتع وهدي القران عليه أن يصوم 3 أيام في الحج بديل، يعني بديل عن الفدية، بديل عن الهدي، بديل عن الهدي التمتع هدي القران بديل عنها هي هذه المذكورة في الآية، أن يصوم 3 أيام في الحج من ابتداء تبتدئ من الإحرام وإفعالها يفعلها في العشر في عشر ذي الحجة إلى يوم النحر، وبعضهم قال يوم السابع سحب يوم السابع والثامن والتاسع، لكن الأفضل أن التاسع يكون مفطرا لأنه أقوى للعبادة. و7 إذا رجعتم، في 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، المجموع 10 كاملة. 7 إذا رجعتم يعني رجعتم إلى أين؟ إلى أوطانكم، إلى أوطانكم، إذا رجعتم إلى أوطانكم 7 إذا رجع بلاده، لكن يجوز له أن يصوم 7 في الطريق، في طريقه راجع، ما وصل إلى بلده، لم يصل إلى بلده، لكنه في الطريق إلى بلاده، يجوز أن 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 يصوم هذه 7 في أثناء شروعه في الرجوع إلى بلده، هي ما وصل البلد لكن ماشي في الطريق. فالشروع الرجوع إلى البلد يطلق أيضا على الشروع، يعني بدأ في 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 السفر إلى بلده، فلو بدأ يعني شرع أو بدأ في السفر إلى بلده فإنه يجوز له أن يصوم 7 أيام هذه في الطريق، لا يضيق عليه في الطريق يصوم، ما دام أنه راجع إلى بلده فإنه يجوز له أن يصوم في الطريق كذلك، لأن الرجوع يطلق، الرجوع يطلق على كما يطلق على الرجوع نفسه والعودة إلى الوطن، كذلك تطلق على الشروع البداية، شروع يعني البداية فيها، يعني إذا بدأ في السفر إلى بلده فإنه يجوز له أن يصوم 7 أيام في أثناء الطريق، ما هو لازم أنه يصل إلى بلده حتى يصوم في البلد، يصوم في البلد هو الأحوط، الأحوط والأفضل أنه يصومه إذا ورجع إذا وصل البلد، لكنه لو صام في الطريق في تصام في الطريق إلى بلده فإن كذلك يجوز في أثناء طريقه وفي عودته إلى بلده في الطريق استطاع أن يصوم 7 أيام فإنه يجوز له ذلك. 7 أيام تلك 10 كاملة، هذه 3 و7 معروف أن 3 و7 10 مجموعها، لكن لماذا قال تلك 10 كاملة؟ قال لأنه ليدفع التوهم على أنه لا يظن أحد أنها المخيرة إما 3 أو 7، كما تقول قالوا يقول جالس ابن سيرين والحسن، يعني ممكن أن تجالس ابن سيرين أو الحسن، فلا حتى لا يتوهم أحد أن 3 و7 في التخير، إما تصوم 3 أو تصوم 7، لا تلك 10 كاملة حتى يزيل التوهم، 3 و7 لازم المجموع 10، مثل تقول كطائر يطير بجناحيه، الطائر يطير بجناحيه، يطير بجناحيه وتخطه بيمينك، ما كتبتم كتاب من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، الكتاب باليمين غالبا يعني يكتب الخطين، فهذا مثلها 7 10 كاملة، 3 و7 مجموع 10، لكن قصد بها التأكيد على وإزالة التوهم أنها للتخيير، يعني 3 أو 7، فيؤكد أنها 10، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، ولو سافر في الطريق، لو صامها في الطريق إلى بلده كذلك يجوز له، لأن الرجوع إلى الوطن يطلق أيضا على الشروع، كما يطلق على نفس الرجوع إلى الوطن يطلق أيضا على الشروع، ذلك لمن لم يكن هو أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك يعني إيش؟ يعني ذلك الهدي ولا ذلك ذلك الإشارة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المقصود به ذلك يعني الهدي ولا الجزاء؟ الجزاء لمن لم يستطع أن يصوم، لم يستطع الهدي، لم أن يذبح الهدي و شرع له أن يصوم 3 أيام و7 إذا رجع، ذلك يعني الهدي المقصود به الهدي، ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، الهدي هدي التمتع شرطه أن لا يكون المتمتع لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا الشرط، هدي التمتع لا بد أن يكون
المتمتع لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام. ومن هم حاضروا المسجد الحرام؟ حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم، قيل أهل الحرم أو أهل مكة أو أهل الحرم ومن دونه ومن كان بينه وبينه مسافة دون القصر، كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله أنهم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر، أقل من مسافة القصر هذا الحاضر المسجد الحرام، المسجد الحرام. وعند مالك رحمه الله أنهم أهل مكة خاصة، أنهم أهل مكة خاصة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن المقصود بأبي حاضري المسجد الحرام من كان دون المواقيت، اللي ساكن دون المواقيت قبل المواقيت، يعني بين مكة وبين المواقيت، ما دون المواقيت قبل الميقات، هذول أيضا حاضري المسجد الحرام عند أبي حنيفة رحمه الله. الحاضر عشانه قريب، الحاضر بخلاف المسافر، حاضر المسجد الحرام يعني قريب من المسجد الحرام، فهذا يشمل. وهي حلك لكل حال هي متقاربة، أهل الحرم وأهل مكة خاصة في الوقت الحاضر، لأن أصبحت مكة توسعت الآن وأصبح أكثر الجهات، بل بعض الجهات حتى خرجت عن حدود الحرم، مثل جهة تنعيم مثلا، الحدود نفس البلد البنيان، يعني بنيان البلد تجاوز حدود الحرم وخرج إلى خارجها. فما يوجد الآن فرق كبير بين مكة نفسها كبلد بنيان وبين حدود الحرم، إلا في بعض الجهات الأخرى اللي ما فيها البنيان، لكن ما توجد فيها مناطق يعني يحتاج إلى أنه يكون فيها يجلس ويحرم من هذا الوقت، ما قليلة يعني ما توجد. فالمقصود أنه أهل الحرم أو أهل مكة إذا هؤلاء اللي هم حاضر المسجد الحرام، أو من كان من ما كان دون المواقيت، أو من كان مكانه أقل من مسافة قصر الصلاة، المسافة التي بينه وبين يعني المكان الذي فيه بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، هذا أيضا من حاضري المسجد الحرام. مسافة القصر 72 إلى 80 كيلو، إذا كان أقل من هذه المسافة أيضا يعتبر من حاضري المسجد الحرام عند الشافعية والحنابلة، كذلك هذا من حاضري المسجد الحرام. والمهم أنه إذا كان من حاضري المسجد الحرام فهذا إذا تمتع ليس عليه هدي، ليس عليه هدي إذا كان من حاضري المسجد الحرام. الذي عليه الهدي هو الآفاقي الذي بعد المواقيت، الذي يحرم من خارج بعد المواقيت إذا يأتي إلى الميقات فيحرم منها الآفاقي. أما حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي إذا تمتع. والمكي عمرته يعني تمتعه صحيح، تمتعه صحيح، وهو كغيره بالنسبة لجواز التمتع له. المكي الذي هو سواء كان من أهل يعني المكي الذي يسكن في بنيان في مكة نفسها أو في حدود الحرم، هذا تمتعه كغيره يعني تمتعه صحيح، لأنه أتى بحقيقة التمتع، وهو أنه يحرم بالحج في أشهره ثم يتحلل منه، ويحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحل منها ويأتي بالحج. هو أتى بهذه حقيقة التمتع، أتى بحقيقة التمتع، وليس عليه هدي لأنه ما سافر، يعني ليس مثل الآفاقي الذي يقصد الذي أتى من بلده مسافرا وأحرم من الميقات، لا، هذا مقيم في البلد، وفقط أنه ليس عليه طواف القدوم وليس عليه طواف الوداع، لكن تمتعه صحيح، بخلاف ما هو عند أبي حنيفة رحمه الله يقول أن أهل مكة لا يجوز لهم التمتع، أن المكية أو أن أهل مكة لا يجوز لهم التمتع ولا القران عند أبي حنيفة. ومن تمتع منهم أو قرن فإنه مخطئ، يقول إنه مخطئ وعليه دم لا يأكل منه، يعني فدية يذبحها ولا يأكلها، هذا عند أبي حنيفة. يقول المكي ليس لا يجوز له التمتع ولا يجوز له القران، لكن الصحيح أن المكي هو كغيره يجوز له أن يتمتع، لأنه أتى بحقيقة التمتع، وهو أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من مكة، لأن مكة في حقه ميقات شرعي، الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه، قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان
محله دون ذلك، فمن حيث أنشأ يعني دون المواقيت، الذين يسكنون قبل المواقيت أنهم يحرمون من مكانهم، ثم قال حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فمكة ميقات شرعي بالنسبة للمكي في الحج. أما في العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل يجمع بين الحل والحرم، لأن الجمع بين الحل والحرم من واجبات العمرة، فإذا لم يخرج الحل فكان عليه دم. المقصود أن المكي أتى بحقيقة التمتع فهو كغيره، إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها وأحرم بعد ذلك بالحج في وقته في عام واحد طبعا، فهذه هي حقيقة التمتع، أليست هذه حقيقة التمتع؟ فهو كغيره وعمرته صحيحة كما بيّن ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال ليس على المكي تمتع، وقال قصد بأحمد رحمه الله بذلك أنه ليس عليه دم، قصد الإمام أحمد بأنه ليس على المكي إذا تمتع ليس عليه دم، هذا قصده. وأما تمتعه تمتع المكي فصحيح، تمتع المكي قال كما قال رحمه الله قال تمتعه صحيح وليس فيه يعني مخالفة أو ليس فيه تجاوز. وأما عند غير أحمد وهو كما سمعتم عند أبي حنيفة يقول لا، المكي لا يجوز له التمتع على القران، وإذا تمتع فهو مخطئ وعليه دم ولا يأكل منه يبحث به إلى الحرم، لكن الصحيح أن متعته متعة المكي صحيحة كغيره. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقنا وإياهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.